وبالعودة إلى ضيفي من بغداد الأستاذ محمود الهاشمي، أتمنى أن تكون تسمعني بشكل جيد هذه المرة أستاذ محمود. أسمعك جيد، تفضل. صراحة قبل أن أفقد الاتصال مع حضرتك، يعني كنت قد سألتك بأنه يوجد الآن هناك الكثير من اللقاءات والمشاورات بين الكتل السياسية العراقية بهدف تشكيل كتلة أكبر في البرلمان العراقي، بما يفضي في النهاية لتشكيل الحكومة. كيف يمكن تصوير المشهد أو فهم الصورة من قبل هذه التحركات لتشكيل الحكومة أستاذ محمود؟ يعني حتى هذه اللحظة بالنظر لتقارب النتائج بين معظم الكتل والقوائم، من الصعب أن يتزعم أو تتزعم كتلة معينة إدارة إنتاج الكتلة الأكبر في البرلمان. ثم هو معهود على أنه لابد أن تكون هنالك مركز تدور من حول بقية الكتل، شيئا فشيئا تتجمع لتنتج الحل أو القرار. كل كتلة تعتقد أنها هي قريبة من الأخرى، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية هي بيروقراطية قادة الكتل السياسية. كل شخص يعتقد فيه هو زعيم حزب، وكأنما هو زعيم حزب على بقية الأحزاب. هذه الإدارة تحتاج مهارة عالية وتواضع عالي بعيدا عن البيروقراطيات والمسائل هذه في إنتاج الحلول والرأي أن مصلحة الوطن فوق كل الحلول. هم ما أن يلتقوا حتى تطرح مجموعة الامتيازات. ما الذي ممكن أن أحصله إذا التحقت بهذه القائمة أو تلك القائمة؟ يضمنون الامتيازات في قوائمهم قبل أن يضمنوا مصالح الوطن. هذا يرتطم في قضيتين أساسيتين. الأولى أنه أنت لابد أن ترضي أكبر عدد من القوائم، وهذا صعب. وثانيا أن الوطن الآن يمر بتحديات كبيرة، لا يمكن أن تنتج حكومة ضعيفة على مقاسات الحكومات السابقة الملأة بالطائفية والعرقية، وبذلك لا يمكن أن نواجه هذه التحديات. فهذا القلق بين قضيتين، أي أنه لا يمكن لقائد كتلة معينة حتى إذا كان حصل 50 أو 49 مقعد له أن يفرض رأيه على بقية القوائم كأن ينتج حكومة بعيدة عن الطائفية بعيدة عن العرقية. هذه صعوبة يجي في الوقت الحاضر، لكن أظن المدة تحتاج إلى مدة أطول. نعم. نعم، يعني في السياق أستاذ محمود، يعني ولكن تحالف الفتح نفى هذه المزاعم التي ترددت مؤخرا بأنه يجري الحديث أو تشكيل تحالف رباعي خلال الأيام المقبلة. ما دلالات هذا النفي بداية، وهل لتدخلات الخارجية أي علاقة في إبعاد كل من الفتح وسائرون من تشكيل هكذا تحالفات؟ لا يمكن لأي كتلة أن نحي بقية الكتل الأخرى. هذه مشكلة عندنا في بلدنا منذ البداية. فرضت الإرادة الأمريكية علينا هذا القانون، وإن كان غير مكتوب بالدستور ولكن تحول من عرف إلى قانون قيمي بين الكتل السياسية، على أن كل الكتل المشاركة بالعملية الانتخابية يجب أن تكون لها حصة في إدارة الدولة. وعلى الرغم من كل الفشل الذي رافق العملية السياسية ورافق إداء البرلمان وإداء الحكومات، إلا أنهم ما زالوا مصرين على نفس النهج. وأنا أتابع بشكل يومي الحوارات التي تجري بينهم. صحيح هم يتحدثون في الإعلام عن إنتاج حكومة قوية وإصراع في إنتاج الحكومة، لكن عندما تطرح امتيازاتهم تفقد الحوارات قوتها وفاعليتها. أما بالنسبة تحدى هذه اللحظة حتى تكونوا قريبين، ليس هنالك من كتلة تستطيع أن تقول أو محور يقول أننا استطعنا أن نصل إلى نتائج معينة. حتى هذه اللحظة هي مجموعة تفاهمات، ولكن يرغبون ماذا؟ ترغب كتلة معينة أنها تستطيع حتى هذه اللحظة أن تنتج كتلة قوية وفاعلة محور لإنتاج كتلة قوية أو الأغلب بالبرلمان حتى تفاوض بقوة وبأريحية. حتى هذه اللحظة ليس هنالك من كتلة استطاعت أن تصل إلى هذه
أو محور وصل إلى هذه النتيجة. ما زالت هي مجموعة تفاهمات حتى هذه اللحظة. أما بالنسبة للتدخل الأجنبي في نعم، هو الممثل الرئيس الأمريكي حضر إلى العراق وفاوض قادة الكتل السياسية، ونتائج الانتخابات بعد لم تظهر. نعم. من بغداد ثم اتجه. ولكن يعني أستاذ محمود، يعني في ظل كل ما تتفضل به، هو متابعا. نعم، في ظل كل ما تتفضل به، وبأنه كل طرف من هذه الأطراف أو كتلة أو حزب عراقي لا يقدم تنازلات أو ليس لديه استعداد لتقديم تنازلات للأطراف الأخرى، كيف من الممكن أن يتم تشكيل حكومة بالمواصفات التي ذكرتها، أن تكون قوية وممسكة بزمام الأمور في ظل هكذا يعني ظروف؟ ما هو المخرج؟ يعني إحنا كشعب عراقي سلفاء الناخبين المسموح لهم بالانتخابات لم يشاركوا في الانتخابات، الذين شاركوا هو السلف الذي هو مناصر لهذه الاحزاب. لماذا؟ لان لدينا وجهه نظر بان كل هذه القوائم وكل هذه الاسماء والعناوين المطروحه للانتخابات لا يمكن لنا ان تنتج لنا حكومه قويه، وسيذهبون الى ذات النظام، نظام المحافظه. يعني الان اخواني وفد الكردي القادم الى بغداد جاء فقط ليثبت امتيازات الاقليم في الحكومه الاتحاديه، ماكو راي جاي حاضر في سبيل ان يهيئ موقف وطني باعتبار بلد يمر بجمله من التحديات الخطيره. يعني احنا مطلوبين 160 مليار من البنك الدولي، احنا الفساد الاداري والمالي ضارب في مفاصل الدوله، احنا نسبه الاميه وصلت الى 50%، نسبه البطاله صعدت الى 32%، عندنا 3.5 مليون مواطن يسكنون في العشوائيات بحاجة إلى بلا 5 ملايين وحدة سكنية. البلد يمر بمخاطر صعبة، مو ليس من السهل الآن تأتي بحكومة ضعيفة كالحكومة الحالية الآن، لكن المشكلة هو تصطدم هذه التوجهات بإرادة قيادات سياسية هم بنوا على أنهم يجب أن يكون لهم حصة في الحكومة، وهذه مشكلة قد هم يفشلوا أيضا أمام شعبهم. أظن أن الحوارات إذا لم يتم فيها تدخل أجنبي حتى أكون صريح ستبقى هكذا لأشهر، ثم في اللحظات الأخيرة كما اعتدنا أنهم يشكلوا حكومة، وقد تكون حكومة ضعيفة. نعم. يعني على ذكر مسألة الحصة والمحاصصة أستاذ محمود، القوى السنية هنا يعني ما موقعها من الإعراب، أو أين ستصطف يعني إلى جانب أي الكتل؟ البعض يرجح إلى جانب المالكي ضد هذه التحالفات. المالكي خلال يعني علاقتنا المباشرة به، الرجل يبحث يقول إما أن تتشكل حكومة قوية أو لا أكون ضمن هذه الحكومة، لأنه جربنا تجارب الحكومات السابقة وكانت حكومات ضعيفة، يبحث عن حكومة أغلبية سياسية. نعم. ولم تسمح له الظروف باعتبار المقاعد التي حصل عليها قليلة. بقية الكتل التي تريد أن تلتحق لنفترض مع السيد المالكي يقدمون أيضا امتيازاتهم، ويبحثون من الآن عن رئيس وزراء مسبق يجب أن يكون، يعني عندما يتقدم الدكتور حيدر العبادي على سبيل المثال يقدم نفسه كرئيس وزراء وليس فقط قائد كتلة النصر. المالك يقول لا، من يريد ان يتقدم لرئاسه الوزراء اولا علينا ان جميعا ان نعتقد بانه نجري انتخابات الى من يرشح نفسه داخل هذه الكتل، ومن يفوز يفوز، اما ان نفرض على الاخرين رئيس وزراء مسبق ثم نفرض على الوزراء ايضا لاحقا من قاده الكتل، قال ستجد حكومه بعيده ولا تواجه التحديات. بين هذا وهذا السيد العبادي يترنح بين قائمتين، مرة يذهب إلى سائرون ويطرح نفسه على أنه رئيس وزراء، يقول له سائرون تقدم لنا أنا وغير مستعدون نحن أيضا أن نقبلك رئيس وزراء، لكن شرط أن تتنحى أو تتنازل عن كونك عضو في حزب الدعوة. الرجل يقول أن إذا فقدت تاريخي وجهادي من أجل منصب أبقى كمن يحلق بلا أجنحة. إن عاد إلى حزبه يطالبونه بأنه يكون رقم بين الارقام، وهكذا تترنح وسيفقد جزء من يعني مقاعده، حوالي يعني 20 مقعد قد يفقد اذا ذهب الى سائرين. اما من كتل المناطق الغربيه افضل نسميها من المناطق السنيه،
مناطقنا الغربية هم هذه المرة توزعت أصواتهم وتصدت الكثير منها وهم يرغبون أن لا يكونوا. نعم أستاذ محمود، ولكن لضيق الوقت. نعم يعني ولتكتمل لدينا الصورة التفسيرية للمشهد العراقي المقبل، ماذا بخصوص زيارة الوفد الكردي لبغداد، وما الغاية منها حقيقة في هذا التوقيت، في أي الاتجاهات تصب أقصد؟ الأخوان الذين من الكراد الذين زارونا الوفد الكردي اللي هم حزب الديمقراطي فقط، يعني مو من بقية الأحزاب، بدأ سيفاوض الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني يفاوض ربما ما يخص منطقة أربيل ومناطق نفوذة، وهو كرقم بين مجموعة أرقام كردية أيضا، الخلافات اشتدت على وجهها بينهم وحتى إلى منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني يصر على أن يبقى منه هذا المنصب، الديمقراطي يطالب به، بقية القوائم تطالب، لكن كما صرحوا نحن جينا إلى بغداد نبحث عن سياسات الإخوان النكرات وفقا للدستور، وطموحهم انه ايضا تشكل حكومه قويه حتى لا تخلق لنا ازمات مستقبليه. بالنسبه لبغداد يقولون انه الحزب الديمقراطي الكردستاني لوحده ان ياتي وان يكون الممثل للشعب الكردي قد يخلق لنا ازمه مثل ازمه الاستبقاء، لذلك يحاولون ان يتوزعوا على بقيه الاحزاب، يتفاهموا بقيه الاحزاب الكرديه حتى يكون الراي اكثر صواب، سيكون المجلس السياسي هو الأقرب. نعم أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمود الهاشمي، كنت معنا مباشرة من بغداد.